يا كاتاكيتي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو النهاردة اتطلب مني بشكل كبير جدا، وهو راجل غني وبنت فقيرة، رغم ان انا عملت الفيديو ده قبل كده عن 5 مسلسلات كوري، بس اتطلب مني تاني، فعلشان كده قررت اعمل لكم الجزء دوت. 10 مسلسلات ما اتكلمتش عنهم قبل كده، وكمان اللي ما شافش الفيديو القديم هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. من غير كلام كتير، اشتركوا وفعلوا زر الجرس، وكمان متنسوش تقولي رأيكم في التعليقات واعملوا لايك للفيديو. ويلا نبدأ الفيديو مع بعض. اول مسلسل معانا هو ملك التسوق لوي. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي تسوق موضة، وعدد حلقاته 16 حلقة، وهو كوري. البطل بتاعنا يدعى لوي، هو وريث ثري. في نفس الوقت هو بينفق الفلوس بتاعته عشان يشتري اي حاجة من غير هدف، وده بسبب ان هو احبط بسبب عدم قدرته على تذكر ماضيه. هيلتقي في احدى الايام بالبطلة بتاعتنا، وهي بنت فقيرة في نفس الوقت هي فتاة بريئة ومفعمة بالنشاط. هتيجي عشان تعلمه درس مهم جدا، وهو ان الحب ما يقدرش يشتريه بفلوسه. فيا ترى هيعمل معها ايه، وازاي هيقعوا في الحب في النهاية؟ كل ده هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. تاني مسلسل معانا هو منتصف الصيف مليء بالحب. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي درامي، وعدد حلقاته 24 حلقة، وهو صيني. المسلسل هيكون بيتكلم البطلة بتاعتنا، هي امرأة شابة مستقلة وذات عقلية قوية وعندها احساس عالي بقيمة الذات، على الرغم من ان هي صماء للطبقات الصوتية، الا ان هي بتحلم باحداث ضجة كبيرة في صنعة الموسيقى بصفتها كاتبة اغاني. ومع ده بسبب بعض التخفلات من صحابها، ينتهي بقى الامر ان هي تغادر منزلها ومش هيكون ليها بيت. هيتدخل القدر وهيتقطع طرقها مع البطل بتاعنا، وهو نجم بوب شهير، وهيبدو في البداية ان هو شقي مدلل غني وهكذا، على الرغم من مظهره الخارجي البارد، الا ان هو في الواقع طفولي جدا. هيتجبر الثنائي ان هم يعيشوا في نفس البيت مؤقتا، ومن هنا هيبدأوا يحبوا بعض. فيا ترى ازاي وكل ده هيحصل ازاي؟ ده كله هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. تالت مسلسل معانا هو العروس الميكانيكية. المسلسل متصنف كوميدي رومانسي، وعدد حلقاته 30 حلقة، وهو تايلاند. البطلة بتاعتنا هي بنت عنيدة وميكانيكية عربيات، هي موهوبة جدا. أما البطل بتاعنا فهو وريث شركة بتشتغل في إنتاج قطع غيار العربيات. أبوه هيرتب للاتنين جواز مدبر على أمل إن ابنه يبدأ قلبه يتشفي بسبب الماضي اللي هو حصل له زمان، وعشان يبدأ يرجع لاهتمامه بالحياة وهكذا. كل حاجة كانت ماشية تمام قوي، لحد ما ترجع حبيبة البطلة من الخارج، وهيبدأ شقيق البطل يهتم بالبطلة اللي هي الميكانيكية، علشان لاقي ان اخوه مش معتبرها اي اهتمام، وهيبدأ يقع في حبها. فيا ترى ايه اللي هيحصل معاهم، وهل البطل والبطلة هيحبوا بعض في الاخر ازاي؟ ده كله هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. رابع مسلسل معانا هو واقع في الحب مع سون جونغ. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي، وعدد حلقاته 16 حلقة، وهو كوري. البطل بتاعنا أبوه هيبقى عنده شركة ضخمة، لكن بعد موت أبوه عمه هيستحوذ على الشركة، وبسبب دوت البطل بتاعنا هيبقى مستثمر محترف. في يوم من الأيام هيعمل عملية زراعة قلب، وفي الوقت ده هيبدأ يعرف معنى الحياة الحقيقي والحب والسعادة. أما البطلة بتاعتنا فهي السكرتيرة بتاعته، وهي منجذبة للبطل زي المغناطيس ومش قادرة تبعد عنه. فيا ترى البطل كمان هيحبها، هيحصل ازاي؟ هتعرفوا لما تتفرجوا على المسلسل. خامس مسلسل معانا هو تزوجيني. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي تاريخي، وعدد حلقاته 35 حلقة، وهو صيني. المسلسل هيكون بيتكلم عن ابنة إلحانة، هي عازفة قطار. هتيجي في يوم من الأيام عشان تبرئ المدرس بتاعها من الظلم الواقع عليها، هتتعرف عن طريق الصدفة براجل ثري جدا، وتحت التظاهر الاتنين بان هما متجوزين، هيبدأوا في البحث عن دليل يكشف حقيقة الظلم دوت. فهل هيتحول الحب التمثيلي دوت لحقيقة، ولا ايه اللي هيحصل معاهم؟ ويا ترى هيلاقوا فعلا تبرئة الراجل ولا لا؟ كل ده هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. سادس مسلسل معانا هو ملاك والشيطان. المسلسل متصنف كوميدي درامي رومانسي، وهو تايلاندي. المسلسل هيكون بيتكلم عن شاب ساري وسيم وسامة قاتلة بتقع المتاعب، حيثما هو متواجد مظهره وشخصياته متنافرين للغاية، ومحدش بيقدر يتعامل معاه غير أبوه مش مهتم بالولد، وهيبدأ يتنحي جانبا علشان يقدر يتمتع بحياته مع عيلته الجديدة.
أما البطل بتاعنا فهو مؤمن بأن زوجة والده الجديدة وعيالها هم غير مجموعة طمعين في فلوس أبوه وفرسهم وفي الذهب وهكذا. هو كمان شايفهم أن هم مكتفوش بالمجيء كده، لأ وكمان جايبين واحدة قريبتهم معاهم. بس اللي هيحصل ان قريبتهم اللي جاية معاهم ديت بنت جريئة جدا وهتبدأ تستفز البطل، والبطل هيبدأ يحاول ان هو يعاقبها. فيا ترى هيحصل معاهم ايه وايه اللي هيوقع الثنائي دوت في الحب؟ ده كله هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. سابع مسلسل معانا هو غون شيم الجميلة. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي وعدد حلقاته 20 حلقة، وهو كوري. المسلسل هيكون بيتكلم عن قصة حب بين أختين ورجلين. الأخت الكبرى تملك كل شيء بما في ذلك الجمال، بينما الأخت الصغرى لا تملك شيء سوى قلبها الدافئ. الراجل الأول بيعيش على شقة على السطح، بينما الراجل الثاني هو جاي من أسرة غنية جدا. فيا ترى إيه اللي هيحصل معاهم ومين هيحب مين؟ كل ده تعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. تامن مسلسل معانا هو الرومانسية الضائعة. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي درامي أعمال وعدد حلقاته 20 حلقة، وهو صيني. البطلة بتاعتنا بتشتغل كمحررة للروايات الرومانسية في شركة نشر، وبتحلم سرا بالوقوع في حب رئيس تنفيذي. في الوقت اللي ما بيكونش عندها شغل بتقضي أيامها في أحلام اليقظة حول البطل بتاعنا، وهو رئيس تنفيذي وسيم بيشتغل في شركة مقابل المكتب اللي هي شغالة فيه. فيا ترى هتعرف توقعه ازاي وهيحبوا بعض ازاي؟ ده هتعرفه لما تتفرجوا على المسلسل. تاسع مسلسل معانا هو قصة نجاح فتاة ذكية. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي وعدد حلقاته 16 حلقة، وهو كوري. البطلة بتاعتنا هي بنت ريفية لطيفة بتحلم دوما بأميرها اللي هيجي ينقذها. هتجمعها صدفة غريبة مع البطل، هو شخص سري مدلل اتعرض للخيانة من أقاربه بعد ما ورث أعمال أبوه. هتستمر الأحداث بالتنقل ما بين البطلة اللي هتروح للمدينة من أجل تسوية ديون أهلها، غير المسؤولة هتعمل هناك كخادمة للبطل، وهتبدأ تساعده في تحسين موقفه من الفشل للنجاح. فيا ترى ده هيحصل ازاي؟ وبعد ما كانت خادمته ازاي هيقع في حبها؟ ده كله هتعرفه لما تتفرجوا على المسلسل. واخر مسلسل معانا هو خذني الى السماء. مسلسل متصنف رومانسي كوميدي خيالي رياضي وعدد حلقاته 24 حلقة، وهو صيني. مسلسل هيكون بيتكلم عن بنت فقيرة هتيجي بعقد غامض هيجرها لعيلة سرية لكنها غريبة في نفس الوقت. هي بنت بسيطة ولطيفة بتكافح من أجل تغطية نفقاتها. في الوقت دوت البطل بتاعنا هو شاب وسيم ومتغطرس وغني، وهو ما بيقدرش انه يتعامل مع أي حد. فيا ترى هيتعرفوا على بعض ازاي وهيقعوا في الحب ازاي؟ ده كله هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. وبس كده يكون الفيديو خلص. أتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تقولي رأيكم في التعليقات. مستنياه. وباي باي.